العصابات أقوياء يزرعون الرعب في نفوس المواطنين، تكتلات جهوية، أحياء شعبية مفخخة ومدججة بالأسلحة البيضاء، ظاهرة استفحلت مؤخرا في المجتمع، وها هي اليوم تضرب بيد من حديد من قبل الدولة الجزائرية، وهذا بإصدار قانون صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابة بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة. القانون هذا يتعلق بالوقاية مما يسمى عصابات الأحياء، والتي تؤدي إلى خلق جو من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية. عصابات الأحياء. هي آخر الاستعدادات لكتيبة الدرك الوطني بشريقة، لحظات قبل الشروع في مداهمات ليلية ضمن حرب موسعة وبلا هوادة ضد عصابات الأحياء. الوجهة نحو أحياء أولاد فايد، والمهمة مداهمة من زرع الرعب في نفوس السكان. سخرت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبوليدة كل الإمكانيات البشرية من فرق إقليمية، فصائل الأمن والتدخل ومجموعات التدخل، وكذا الأفواج السينوتقنية للقيام بمداهمات ليلية عبر قطاع الاختصاص لدحر عصابات الأحياء وتجار الممنوعات. العملية لم تتوقف هنا، بل امتدت لوضع حاجز أمني لمراقبة السيارات وتفتيشها بمساعدة كلاب بتقف الأثر. حرب فعلية ضد من احتلوا الأحياء والشوارع، ومهمة لنشر ثقافة التبليغ عند المواطنين. المداهمات كذلك الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء بالرقم الأخضر 1055، الموضوع تحت التصرف طوال أيام الأسبوع 24/24 ساعة، من أجل الحالات الاستعجالية والتبليغ عن أي طارئ. تحركات ميدانية لمصالح الدرك بثت الراحة والطمأنينة عند المواطنين الذين أكدوا على ضرورة تضافر جهود الجميع في مواجهة عصابات الأحياء. الأمن هي تاع المجتمع كومبلي، سواء كان دركي ولا كان مواطن ولا شرطي، أمن هذا مشترك. الحرب ضد عصابات الأحياء ومكافحتها تطلب تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، غير أن للمواطن دور مهم في ذلك بالتبليغ. أهلا بكم في 100% جزائري. اليوم رح نتحدث على موضوع الاعتداءات وحرب العصابات التي تهدد سلامة المواطن الجزائري، واليوم راهي تحضر معايا حالة عرضت لمثل هذا الاعتداءات. راهو حاضر معايا السيد قسيمي عبد الله من ولاية بومرداس، طالب في المعهد الدولي للمانجمنت وكان ضحية اعتداء. عبد الله مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. الله يسلمك، صباح الخير وشكرا على الاستضافة هذه. ربي يحفظك إن شاء الله. ويحضر معي كذلك الأستاذ جحيش محمد، محامي وكذلك ناشط حقوقي. أهلا بك سيدي. أهلا بك. أهلا. كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، اليوم راح نحكيوا على الاعتداءات وجو الامن اللي راهو ينغص حياه المواطن الجزائري، ونروح مباشره لقسيمي عبد الله، وين ربما نبداو نتعرفوا على حكايتك مع هذه الاعتداءات ومع حرب العصابات، وين كنت قلت لي انك تعرضت لاعتداء في الحومه اللي تكون فيها انت. نعم. اولا يعني اسفني باللي يعني كما زالوا حاجات كما هذو يصراو في المجتمع الجزائري، والعنف هذا اللي وصلنا عليه. يعني مؤخرا تعرضنا لاعتداء، يعني كما حكيت لك كنا اون فامي في الحي اللي نسكنوا فيه، جايزين معلم فريق اللي جوزوا منها الناس كامل، ومن بعد تعرضنا لاعتداء لفظي من طرف جار تما، وشكلنا تهديد وكذا، وتلقاني ذا الكلب تاعو وان كانوا دوبليسي انا وواحد صاحبي، ولحد الان ما كاين حتى تدخل من عند القوات الامنيه ولا، يعني الانسان هذا مازال حر برا، الكلب ديالو مازال عنده، مازال هو يضرب بصفة عادية، وما كاين حتى إجراءات تاخذ ضده ولا كاين ردع ولا حاجة. شحال عند هذه الحادثة من اللي صارت؟ حوالي شهر. احكي لنا كيفاش جستو، كيفاش تلقى عليكم الكلب، كيفاش تعرضتوا؟ قلت لي أنك تعرضت للعض، حتى رانا نشوفوا آثار العض مازالها لحد الآن. احكي لي شوية هاد لي ديتاي عبد الله. كنا حابطين والبحر طريق جوزو منها كامل الناس. قلت لك كنت أنا وصافي، أنا ودوجان ودوفام ودو في تاع ديزون، هو بيبي صغير في عمره عام، حاطين تيخرج لنا الانسان هذايا
رفض بحديده هكذا الانسان هذا يسي باش يبروفوكي هكذايا. كي شافنا هكذا من الاخر جي الكلب تاعو طلقوا علينا وراح للدار وخلانا هكا شغل هو دخل وخلانا مع الكلب هذاك وين كانوا دوبلي سكت لك انايا واحد صاحبي. وين عندكم كيفاش؟ انا في يدي وانا كيف انا في يدي وصاحبي الاخر في يدي كيف. انا اضطريت باش نحمي روحي بيدي ومنه صافي جات الضربه تاعي في يدي. رحنا درنا اسمه تقرير تاع طبيب الشرعي. انا مديت 12 يوم وصاحبي 5 ايام. وطلعناها عند وكيل الجمهوريه وكلش ولحد الان ما زال كاين حتى تدخل في القضيه هذه. استاذ جحيش محمد، ربما رايك في القضيه المطروحه عندنا اليوم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر قناه الحياه على الاستضافه الطيبه. اولا بادئ ذي بدء قبل ما نتكلموا على التجربه الاجتماعيه اللي نرى فيها، نتكلموا على الظاهره هذه في حد ذاتها. ظاهره العصابات او عصابات الاحياء التي استشرت في المجتمع الجزائري. يعني سابقا لم نكن نرى مثل هذه العصابات التي يعني استشرفت علينا ان صح القول، والتي يعني في الاونه الاخيره اتت بقوه. احنا نطرح سؤال، هذه الظاهره هل هي او هذا الشباب الذي تغول على المجتمع الجزائري، هذه الاعمال اعمال الشغب الذي يقوم بها واعمال السيطره واعمال اللغو اللي يقوم بها، هي ما هي من تقاليدنا؟ ما هي من عاداتنا؟ ما هي من اخلاقنا؟ ما هي من ديننا؟ هل هذه من ديننا؟ احنا ديننا امرنا بهذا الامر؟ اذا كان هذا الشاب مسلم ويقوم باركان الاسلام، يعني عنده والدين ورباه، هل يقوم بهذا العمل؟ نقول اذا هذه ظاهره خبيثه جاءت الى المجتمع الجزائري، وهي تقليد طبيعه الحال، هي تقليد من المجتمعات الاخرى، وربما الاعلام يلعب دور، الاعلام الخارجي، الافلام، افلام الاكشن، الافلام العصابات التي يعني نورت ان صح القول الشاب الجزائري، ولكن ياخذها بطريقه كما نقولوا معوجه. اليوم نقولوا الحمد لله رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يعني استعجل، بما انه هذه الامور صارت كثير في المجتمع الجزائري، استعجل رئيس الجمهوريه وقام بامر او مرسوم رئاسي ينص على الحد من هذه الجرائم وهذه يعني عصابات الاحياء. عندما نقول استعجل يعني قام بامر او مرسوم رئاسي، بما انه التشريع هو للبرلمان بغرفته والمصادقه عليه، ويمكن لرئيس الجمهوريه ان يقوم بامر، وقدم الامر رئيس الجمهوريه بمشروع مشروع حكومه، مشروع بأن الحكومه قدمت هذا المشروع حكومه، وراح الجريده الرسميه قبلا، لابد انه يجوز على البرلمان بغرفته للمصادقه عليه، وطبيعه الحال البرلمان بغرفته راح يصادق عليه لانه الامر هذا يهم المصالح العام. بارك الله فيك. لانه يهم المجتمع الجزائري ويهم الواقع العام ككل. ومنه راح يصادق عليه، بما انه الامر كان في عطله قضائيه للبرلمان، والبرلمان دخل ثاني سبتم، يعني استأنف كان في حاله عطله ودخل ثاني سبتم، هم يناقشوا فيه في المجلس الشعبي الوطني الغرفه السفلى، بعدين يروح الى الغرفه العليا، نظن راهم في الاجراءات البرلمان للمصادقه على هذا القانون. طيب سيد جحيش محمد، في رايك هل هذا القانون سيحد من انتشار هذه الظاهره؟ ربما هل ستخاف هذه العصابات من عقوبه ربما السجن المؤبده؟ شوفي يا استاذه، احنا نطرحوا سؤال، هل كان قانون في القانون، هل كان القانون الجزائري يجرم على مثل هذه الافعال بالعموم، ام لا كان لا يجرم؟ القانون كان يجرم، بدليل انه في هناك الامر تاع 97 قانون حمل الاسلحه والذخيره، هذا يتكلم على الاسلحه البيضاء، سكاكين، سيوف الى اخره، وكان مجرد الحمل، كان مجرد الحمل جنح يعاقب عليها القانون، تحمل سكين او سيف، تخرج برا تحمل سكين او سيف، بما انه علاش القانون يعاقب على الحمل؟ لانه راح تباشر بجريمه. بارك الله فيك، راح تباشر بجريمه ولها عقوبه بدون مبرر، حمل سلاح ابيض بلا مبرر شرعي. ثانيا قانون العقوبات، هل كان يعاقب ولا ما يعاقبش؟ يعاقب القانون العقوبات، كان يتكلم على الضرب والجرح العمدي بسلاح ابيض. بسلاح ابيض، وكانت العقوبه حتى العامين في الماده نظن 263 الذي يؤدي الى عاهه او يؤدي الى بطء او يؤدي الى وفاه، التي تكون المؤبد او الاعدام. اعدام بما انه مجمد في الجزائر يبقى المؤبد ساري. هذا القانون، سؤالك جيد، هذا القانون
لأننا نتكلم عليه اليوم الذي تطرق له رئيس الجمهورية ويناقش في مجالس المنتخبة، هل هو قانون ردعي أم قانون وقائي؟ أنا نقول باللي ربما الاستفحال الظاهرة ككل، رانا نتكلموا هذا القانون هو قانون وقائي أكثر منه ردعي، لأنه يتكلم لارو ماركيتي يتكلم على مقدمات أو مسببات العمل الإجرامي أو عصابات الأحياء قبل ما يتكلم على العقوبة، لأنه لما كانت عقوبة من قبلها ما كانش يخاف. أنا شفت إذا كان يخاف من العقوبة عامين ولا 4 سنين ولا 5، ما كانش يخاف. كان يدخل السجن ويخرج بأكثر قوة وأكثر صرامة. على يخرج بأكثر قوة؟ لأنه يدخل السجن ويدير جناح ويتلاقى بعصابات ويفهموا كما الأخ هاموا لو يهجموا عليه على ما يخافوش. كنت في النهار ولا في الليل؟ النهار وي. كنت على ما يخافش في النهار، خير بكري السرقة كانت فيجو في الليل. كانت في الليل مع سبقه يقول ويعس ويقابر وما كاش ويدخل للدار مغلوقة وحتى يشوف. دوكا في النهار شنو التجبر؟ شنو الطغيان؟ شباب جزائري وشنو الطغيان والتجبر وين رايحين؟ ومنه نطرح سؤال، ومنه رئيس الجمهوريه درك لهذا الامر ودرك لي كما نقولوا صيحات المجتمع الجزائري وكان قانون وقائي اكثر من ردعي، بدليل انه اسس اللجنه الولائيه للوقايه والحد من العصابات، وكاين هناك لجان بلديه بعدين نتكلموا عليها دورها، وكاين لجان بلديه، ومنه القانون كان لكن ترجم بطريقه مختلفه. هذه الطريقة ربما احنا نتكلموا هي طريقة وقائية. وش حتى طريقة وقائية؟ طريقة معناتها يولي للشاب المجرم لما يسمع العقوبة اللي تستنى فيه ولا المسببات اللي تستنى فيه تاع الإجرام ما يجراش يحمل سيف ولا يحمل سكين ولا يهاجم في جوف النهار كما الشاب اللي صارت له مع العائلة. حتى الحياة في حالهم، شوف الحياة يعني كنت مع العائلة، شوف يعني حتى هذه يعني أثرت انتباهي، حتى طفل رضيع قال لك يعني هذه اللي أثرت انتباهي، حتى الحياة من الله راح لك راه مع عائلة مع وليده ولا مع الأم تاعو ولا الزوجة تاعك هكايا، يعني الحياة راح لك ولي تقريسي ولي تجبد سكين في جوف النهار. طيب حاجة ما تردع. أستاذ جحيش محمد، في هذه الحالة تلقى عليهم الكل بعضهم فيه أثار، فيه قانونيا كيف نفسر هذه الظاهرة؟ وش يدير وش صحيح. شوفي من الناحية القانونية وش كان عنده يدير. من الناحية القانونية كان ثلاثة أمور، هو وش كان قادر يدير؟ كان قادر يزربه ولكن راح بالطريقة العادية. اولا لما تهجم عليه الكلب بشاب هكا شاب ومافيا كما نقولوا خلال 50 العمر قد 50 في العمر الادهى والامر 50 50 سنه هاي خلات 50 من المفروض هو يقدم نفسه على تظهر عليه علامات المافيا ولا انسان عايش وحده غير هو والكلب عايش وحده يعني طبيعه الحال. طيب انت كان عندك ثلاث حلول من ناحيه القانونيه. نعم القضية الأولى بما أنه تهجم عليك وعندك شهود طبعا لك وكاين شهود أكيد بيانسو وكاين شهود يجي معاك شهود، ولكن أنا حنطيحه في إشكال حتى الشهود ولا يخافوا من الناس هذو صح والله ما يجي معاك شهود. ثقافة التبليغ راهي منعدمة عندنا يخاف أنه الحماية، وبعد احنا نتكلموا عليها قانون الحماية والراء لما أنا كما هذا ونروح مع شاهد وأنا نخرج وهذا جاري وهذا جاري أنا وش نضمن ما يطبع ليش موس مرضاري فعلا يقول لي تشهد عليا ملا أروح وش يشد هو ضايع ضايع هو ضايع ضايع يضيعنا في زوج. نحن الآن في أمام مشكلة أستاذ جحيش بيسو بطبيعة الحال مشكلة لازم الحماية حماية شاهد لابد من حماية شاهد وبعدين حنتكلم عليها. نروح للشاب كان عندك ثلاثة أمور، إما تروح للكوميسارية أو الضبطية بمسمى الضبطية القضائية وتشكي عن طريق الشرطة وهذه القضية حتطول تضربك عام عامين هكذاك لها راح تشكيت هذه هي يا إما تروح مباشرة للوكيل الجمهورية ودير شكوى عن طريقك عن طريق محامي وتمشي، وثانيا طول واحد تمشي يبتوا فيها ربما قرابة العام إلا إذا كانت شكوى، لأنه الجلحة من 15 يوم لما تكون الشهادة الطبية من 15 يوم جنحة لتحت حتكون مخالفة. ومنه نقول بلي ربما تروح الوكيل الجمهورية ممكن تطول إلا إذا كانت جنحة مستعجلة وعاها كما نشوفه ممكن حل ثالث شكوى مصحوبة بدعاء مدني عدما عن قاضي تحقيق، كنت قادر تروح عند قاضي التحقيق تدير الشكوى تاعك وتخلص كفاله، يبعدك تخلص كفاله. تخلص كفاله بعدين القضيه راح تزرب لك ونستدعو الضحيه قاضي التحقيق يقوم بالواجب يجيبوا الضبطيه ويستمعوا له الى اخره. انت في الحاله هذه تاعك نسالك سؤال معليش لا تسمحي لي اكيد طبعا تفضل. انت عندك شهود؟ ديت شهود معاك ولا ما ديتش؟ كاين شهده كاين مراه شهده ميما ما جاش باش تورط نفسها يعني في هذه الامور هذه هذا كيفاش يولينا صح. انت لما يقف امامك الضح امامك المتهم في الجلسه
القاضي امامك ووكيل الجمهوريه امامك واقف في الجلسه، مثال انا المتهم مثال، تقول لي عضني كلب، انا مباشره نقول لك ما كاش منها، على تعرف اللي ما كاش منها ورا دليلك، عندك كاميرا حكمتني، عندك شهود، ومنو الاشكال اللي طحنا فيه؟ القاضي حوس على الشهود، لانه كل انسان يلا حي الله كما يقولوا سواره، حي الله يجي يتبرع يتبلع يتبلع الناس. طيب في هذه النقطه لابد له هو عنده شهاده طبيه، واحنا عندنا في القانون الشهاده الطبيه الاجابه تاع 12 يوم. شهادة طبية في القانون عندنا تثبت الفعل ولا تثبت الفاعل. بارك الله فيك. وش معنى الهضره هذه؟ معناتها شهادة طبية تثبت الفعل، معناتها القاسمي تعرض لجرم معين وعضه كلب، هو فعل ثابت وعندنا شهادة طبية ثابتة. لكن من حرض الكلب؟ من هو الفاعل؟ من هو الفاعل؟ الكلب هو الذي عض. الكلب بيتحرض من؟ نعم. بصح ورم دليله، ورم شهوده، ورم دليله، ورم كاميرته، احنا القاضي ديما يتقيد الامور، اختي الاخرى يبقى يكذب يقول ما شتك ما عرفتك وين راهي ما عنديش مين باكل كلب ويهربوا. نعم. الكلب لانه انت لما شكيت ما كانوش حاضرين ضبطيه معاك في هذيك الواقعه. يس. كي يكون حاضرين ضبطيه معاك راهم يكذبوا الضبطيه، لانه كان محاضر ضبطيه وكاين شهود. ما حضر الضبطية واش معناتها؟ معناتها لما صارت لك الحادثة لا قدر الله جهز الدرك ولا جهز اوب حكموه مباشرة، نعم الضبطية كذبوا، قبضنا فلان وبالكلب وكذا، الضبطية القاضية ياخذ بمحاضر الضبطية. أما إذا كنت وحدك يقول لك اكتب بالله فيا وماكش منها ما عندي حتى الأخر ويدير محامي ويلا. إذا هذا أنا نظن في حالتك أستاذ قاسمي، في حالتك نظن لو كان سرحت في هذاك الموقف بعد، لو كان سرحت حضرت الضبطية، رحت الضبطية بهذاك الضرب ورحت الضبطية. لا راحت هكذا قبل ما تروح للسبيطار، راحت هكذا كلاب ليغا. يجوا ليك كلاب ليغا، يجوا ليك باش يقبضوه بالجرم، باش يقبضوه بالكلب، يقبضوه بالشهود لعله وعسى. ومنه بقيت وكأنه في حالة رحت مباشرة للوكيل الجمهورية، عندك صح شهادة لكن شهادة قلنا تثبت الفعل ولا تثبت الفعل. طيب في هذه الحالة الحلول المقترحة ما هي؟ لا بالعكس، هو الجنحة تاعو راح تحال إلى المحكمة للبث فيها، والقاضي ذكي، القاضي عنده سلطة تقديرية، حاول إنسان باين إذا كان مسبوق قضائيا كما نقولوا كيلو احنا بالمصطلح الجزائري، مسبوق قضائيا ومر بالإجرام سابقة وعنده العود، احنا مصطلح العود نقولوا في القانون الجزائري واش معناته العود؟ معناته متعود يحرش عليك العود، متعود كي يزعف مع واحد يحرش عليه كلب ولا يضربه، متعود على السكاكين، متعود ومنه يروح، وهذه اللي لقاوها فرصة. حبك باللي المشكل اللي وقع لنا حتى المتهمين هذو ولا الشباب الصايع إن صح القول، ربي يهديهم ويهدي جميع المسلمين، هذو شبابنا احنا مادامين ربي يهديهم ويولوا للطريق، راهم شباب يقدر يحسن الله حاله. الله يقدر، ما احنا ما نقولوش هكا رانا زعما ما نقولوا ضد الشاب الجزائري، لأنه القاضي عياض في تراثنا الإسلامي القاضي عياض كان قاطع طريق، كان سارق وقاطي طريق، وكان يخافوا منه قاضي عياض لدرجة انه كان كيمشي في الطريق الحق الدرجه يمشي في الطريق، كانوا زوج مولين من الطريق، قال له علاش راكم قبضهم في زوج ما يعرفوش باللي هو واسمه عياض، قال له كي كان سارق اهلص، قال له علاكم مولين، قال له خا نروحوا منا باش يقبضنا عياض ويسرق لنا ويقتل لنا وكذا. تما قال الم ياني الذين، اسمع الايه، الم ياني الذين امنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، تاب واش ولا من كبار قضاة بغداد نظن. احنا كنقولوا هذا الكلام استاذ ما نرضى شبابنا الجزائري، شبابنا الله غالب يعاني من البطاله، شبابنا يعاني من التهميش، يعاني من قلة الحيلة، ما قراش، ولكن مهما كان ما استقواوش على بعضنا يعني طبيعة الحال، لكن لا المجتمع لعب دوره. لما أنا نعاني من البطالة ونعاني ربما من بعض الأمور، مانيش راح نربي كلب ونطلقوا على يعض عباد ربي في الطريق. بارك الله فيك، نوضح يعني تستغل الفرصة ونهضر على واحد النقطة. تفضل. الأستاذ هضر بصفة عامة على هذه الآفات الاجتماعية في المجتمع الجزائري ككل، وعلى بالي بلي هذه الحالات كاين في كل ما أنت إلا نموذج، كاين أكثر منك. هذه حبيت نستغل الفرصة نهضر على واحد النقطة، علاش عندنا هذه الإجراءات الأمنية هذه تطول بزاف؟ يعني تصرى جنحة كيما هذه ولا محاولة قتل ولا سواء في كل الأحياء، وبعد يقدم شكوى تاعو ما هي غير أمور إدارية برك، كيما يقولوا حبر على ورق يتعمر والتطبيق ما كاش. والإنسان هذا يا المتهم ولا هذا الإنسان اللي راه يشكل خطر، اللي راه يتعدى على الناس ويشكل خطر، يريح شهر شهرين حتى العام وبرا باش توصل المحاكمة تاعو، ولا يعني جوسكا كون تبقى الناس هذه توجور خايفة، ولا كيما نهضر لك بصفة خاصة في الحي تاعي، يبغوا كدراري صغار ما يقدروش يخرجوا يلعبوا برا ولا يفوتوا من ذاك سام ديك الدار ولا باسكو يخاف. والله يعني هاد زوج بنات هذو اللي نحكي لك عليهم، وحده 9 سنين وحده 10 سنين، بقاو تحت الصدمه شحال، ولاو ما يرقدوش، ولاو ما عائلتك هذو ما يقدروش يخرجوا لبرا، ولاو خلاص هذيك الطريق ما ولاوش يجوزوا منها. يعني هذا هو المشكل اللي عندنا في
جارك تاعنا، علاش الاجراءات هذه تطول بزاف؟ ربما لك تدخل استاذ. هذا جارك، هذا الانسان جارك. وي جارك في الباطيمه. لا شيء باطيمه حي جارك يعني. ها المشكل اللي وقع ثاني هذا بما انه جاره، نقول لك علاش طول. اولا تراكم ملف، ثانيا اذا كان هذا الانسان حكمته الضبطيه وكان موقوف، القضيه راح تكون في ظرف 20 يوم. راك برومي جانفي 15 شارع كي يكون موقوفه او في سجن الحراج ولا شارع مباشره. اما لما تكون على برا القضيه تطول لتراكم القضايا ولتحقيق ولسماع المتهم، وحتى المتهم يتسمع، رغم حتى القاتل يتسمع، واحد كي يقتل الانسان يعطوا له سماع ويسمعوه على جدته الجريمه. لهذا الاجراءات راح تطول. انا قلت لك باللي القانون يدعم بامور، والقاضي ما تخافش، القاضي مشى حل القضاء الجزائري، راهو عندنا قضاه كفاء الله يبارك ما شاء الله، القاضي عنده سلطه تقديريه وعنده ملف وما تقلقش روحك، لانه لما يكذب يطيحوا بالهضره، يطيحوا انت تكون جاره، لانه كاين مسببات بين اللي هو اولا جارك. سمع لما تبان لي تكش من تمشي انت تكون في السويدانيه وانا تكون في بومرداس، وقلت لك ضربني جيتني من السويدانيه، يقول لك انا من السويدانيه واش داني لك؟ اقول لك جاري. ثانيا انت مسبوق ومعروف، ماهوش دلاله باللي مسبوق راح نقولوا كذا، لكن راك معروف ومنه نقولوا باللي هو لو كان عندك الحق في كلمه قاسمي، لو كان استاذ لقى الردع، هذا الانسان لقى الردع وزدمت ليه الضبطيه ونحت له الكلب ولا سيزات له الكلب ولا ترضع بطريقه مستعجله، ما يصيرش هذا الامر، هو يدور مازال يدور عادي، يدور فرحان بالكلب وقادر تعاود هذا نفس قادر تعاود معايا ولا مع اي انسان واحد اخر، مازال يشرشي لك، مازال يشرشي لك، لا ماهوش يشرشي على باله شكيت، على باله واش دار اسلوب على ناس واحد اخرين بالك ما، وشاهد على ما تروحش تشهد امام الله كلمه حق، شاهد علاش تخاف منه، شاهد كانت مثقفه وكانت تعرف قانونها وتعرف قانون بلادها، على تخاف منه؟ ما تخافش منه، نروح نشهد، نحط شهادتي في الضبطيه، نحط شهادتي في الضبطيه. وهنا عندنا إشكال ماشي فقط في حالة قاسمي عبد الله، ولكن في الجزائر عامة عندنا ثقافة التبليغ وثقافة هذه الأمور. مواطن جزائري ربما هو ماهوش على علم بكافة القوانين والحقوق نتاعو، هنا يقع الخلل ويخاف. كيفاش نرسخوا هذه الثقافة تاع التبليغ وثقافة تاع هذه الأمور عند المواطن الجزائري أستاذ جحيش؟ شوفي في القانون الجديد فيه 40 مادة، 40 مادة، القانون راهو يشدد، راهو يشدد على الامور هذه. من مثال نعطيك مثال، لينشئ العصابات، احياء العصابات ودا عنده 3 سنين ل 10 سنين، من 3 سنين ل 10 سنين، من 10 سنين و 100 مليون غرامه. ثانيا لي يتراس العصابات تقدر تلحق له حتى 20 سنه، تراس عصابات في الصباح الجزائري ودي الرقبه على الناس، عندك ما لا 20 سنه وجد روحك عندك حتى ال 20 سنه، وين حبيت حط نيميرو، حط 7 سنين، حط 10 سنين، حط 15، حط 14، راك في ال 20، راك من العام ال 20. زيدي عندنا الذي يجبر، شو قانون 40 مادة، حتى يجبر الناس على يعني واحد حدث ولا واحد نورمال يجبره، واحد دخل له، روح للسرق، روح نزط له، ممكن تلحق حتى 13 سنه. وعندنا 5 سنين ليمول، 50 ليمول، لكن في القانون هذا كاين جديد، كان جديد وكان جديد شباب جديد، انه هناك لجان، اللجنه الولائيه لاحياء العصابات، للوقايه من احياء العصابات، ولجان بلديه. احنا زمان كان هناك ضحيه وكان متهم، ضحيه قسمي ومتهم، هو الضحيه بمعنى طرف مدني تاسس كطرف مدني كضحيه ويطالب بتعويضه، العقوبه ترجع لوكيل الجمهوريه، عقوبة السجن وكيل الجمهورية هو اللي يبث فيها اللي قاعد في الجلسة. أما أنت القاضي يقول لك طالب تعويضك، طب وانت مش حبيت 10 ملايين 20 مليون 30 مليون؟ والله هذا الشيء هذا ما نخممش كاع فيه، التعويض مادي ما عندي ما ندير به انا، يعني الحاجه باسكو ما كاش حاجه غاليه على روح الانسان طبعا. ما كاش حاجه غاليه قد لا يعني طفل ولا راجل ولا مراه ولا يعني قادرين يتعرضوا لاعتداء واحد اخر ولا في اي وقت. لا قاسمي معليش قاسمي نتناقشوا، شوف الوكيل الجمهوري العقوبه ليه ما تعرفش وكيل الجمهوري شنو يعطي له، عامين ولا ست شهور نافذ ولا غير نافذ ولا سورسي، على حسب اذا ما كانش عنده ماشي مسبوق قضائيا الى اخره. بصح انتوما في الاول والاخره تنازلوا بزاف على حقوقكم، لا عندي تعويض، راك متاذي ولا ماكش متاذي؟ رحت للسبيطار خسرت دراهم ولا ما خسرتش؟ رحت راك تشري في دواء ولا ماكش تشري؟ نهارت نفسيا عندك ضرر مادي وضرر معنوي، وعندك الركنين، الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي هاي العضات على الكلب باينه، الجرم سما راهو الركن المادي راك تحقد، وضر المعنوي راه تتجهد باش يأذيك، ولا قدر الله كش من حالك حاجه، لا قدر الله الكلب تجيب لك على وجهك
نحى لك حاجه في وجهك ولا ولا قدر الله. لا لا قاسمك غلط، نتمسك بالتعويض لانه هذاك زوالين باش نفرغ له جيبه. وهذه ثاني من الثقافه اللي داخله عند المواطن، يعني ما يهمنيش الدراهم، نسحق يتعاقب، وكما قلت انت انه القانون يقفل له حقه المعنوي والمادي. بارك الله فيك، يقفل له حقه المعنوي والمادي وتطالب تعويضك 20 مليون 30 مليون تكين بعد القانون باش يصدر الحكم. يصدر الحكم مثال عامين و30 سنه نافذه، وتعويض للطرف المدني للضحيه لك تعويض مثال 20 مليون. تطالب به، ما تروح في الدعوه المدنيه وتطالب تعويضك لانك مضرور. كي تقول انا ما انت بس خلي الدوله دير له، لا انا بعد ما يزيدوا يكبروا ويزيدوا كذا، خلي دراهم تدي دراهم. وهذه ربما نقطه المواطن الجزائري ثاني كمولف يسمح فيها. مشاهدينا الكرام الموضوع مازال متواصل، فاصل ونواصل. مازلنا دائما معكم في 100% جزائري، وموضوعنا لنهار اليوم حرب العصابات والاعتداءات على المواطن الجزائري. ورانا نشوفوا مصالح الأمن والدولة الجزائرية تضرب بيد من حديد هذا الأمور التي تنغص على المواطن العايشة في أمن وسلام. ونروح نشوفوا الآن تدخلات كتيبة الدرك الوطني ببلدية شراغالي مداهمة ومحاربة هذا العصابات على مستوى العاصمة. كما شفتوا إذن كانت هذه مداهمات ليلية قامت بها كتيبة الدرك الوطني على غفلة هكذا باش يشوفوا مع المواطنين هاد العصابات. أستاذ تعليقك ربما على الصور هذيك. والله يعني الدرك الوطني بارك الله فيهم، التغطية القضائية ولا الدرك الوطني رام يقوموا يعني بأشياء عظيمة وفاضلة، ورام يريسكيه وقت شوفي مسبل حياته، عنده عائله واولاد ومسبل حياته في وسط الشباب لا يرحم. لا يرحم، لاني خطره شفت ظاهره يعني والله غير يعني انسان يبكي الدم بدل الدموع. يعني يجيك ضبطيه باش يحميك كذا مع التعاون المجرم فوق الباطيمات يتيروا بالسينيال. يعني هذا الامر يجوز يرضي الله عز وجل؟ يعني جاي يحميك انت تتخبى في الباطيمه من لاكاج ولا من الاخر وتضرب في السينيال في الضبطيه، هاو جاي يحميك وكذا. انت بعد في يوم من الايام هذاك اللي كنت حامي عليه يجي يضربك انت، يجي هو يضربك بسرعه يعاود يولي لك ويضربك. علاه يضربه؟ شوفي في جوف الليل، شوفي في جوف الليل على غفله، على حين غفله في جوف الليل، وراهم شوف كيفاش راهم يعني مساكن قايمين بالواجب تاعهم وباقصى صوره. شوفي وين، شوفي الاحياء، في الاحياء الخطيره. انا وقفت على احد الاحياء، رحت احد العائلات يعني هنا في الغرب الجزائري هنا فقط. هنا هي عاده الجرائم تكون في المدن الكبرى في الاحياء الجديده. بعد ذلك نروحوا للاسباب، نقول لك الاسباب. لكن رحت في احياء العاصمه هذه الاحياء الجديده، والله يعني شقيف، ثوره ثوره عارمه، حي ضد السيوف حي. حي ضد حي، ماني فاهم والو. قلت له مش كاين، قال لي هذو الحراش مع القصبة مع باب الواد مع مقسمين، اكو خاوة يتفاهموا. هما الترحيلات الجديدة، هادو جابوهم تاع القصبة وهادو جابوهم تاع الحراش، هادو جابوهم من شعب تاع القبة وديروا لي كلو معلو. بداونا بالبالو، قلنا معليش البالو راحت لنا ما كاش اشكال. بعد وليت انا الجرائم، هذاك يضرب هذاك يضرب هذاك، ومعاد ولي الحمية. الحمية هذه وشنو؟ حمية الجاهلية. هذه الحمية حمية الجاهليه، بعدين نتكلموا في الاسباب عليها. يعني قاسم عبد الله، انت كمواطن جزائري كنت كذلك ضحيه تاع هذا الاعتداء، وتكون ربما قاعد في الحي هكذا في الليل، ومن بعد تشوف هكذا كتيبه صدموا على غفله كما رانا نشوفوا يقلبوا في المواطنين، واش كاين في جيبك واش كرافد واش كدير هنا، الاحساس ربما والشعور نتاعك، اسكو تحس بالامان؟ اسكو سؤال حاجه مليحه هذه، باسكو حاجه باينه بلي تحس بالامان وبلي مازال كاين الناس تقوم بالواجب تاعها وتجي دير مداهمات اي وقت باش الناس هادو ما يقدروش ياخذوا راحتهم يعني في اعتداءات ولا في جرائم ولا في اي حاجه. بينصير حاجه مليحه
وان شاء الله يزيدوا يكثروا منها. يلا نشوفوا مع المخرج فقط نسمعوا التصريح نتاع الضابط اللي كان مع الكتيبة أثناء المداهمة. كتيبة لقيادة الوطني بشراقة مداهمة للإحياء التي تعرف عصابات الإحياء. الحاجة الأولى اللي راح نأكدوا عليها عصابات اللي أفدت نقولوا إنعام خطيرة، حتى المواطن عاد ما يحس بالأمن حتى في المنزل تاعه. دونك التدخل تاعنا راح يتسم بجدية لكلمة القاضي، لأنه كما راكم على بالكم الإجرام هذا راه أخذ كما نقولوا إبعاد خطيرة، توصل أنه الإنسان في الدار تاعه عاد غير مؤمن. لازم نرجعوا المواطن يحس بالأمن سواء في الحي تاعه ولا في الدار تاعه. العمل يكون ضمن المجموعات، لأنه العصابات الإجرامية هذه راح تحاول تفرض السيطرة تاعها حتى على رجال الأمن. إذن مطلوب من الجميع التحلي باليقظة، الحذر، العمل ضمن مجموعات، توقيف جميع العناصر دون استثناء. أظهر أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة للإقليم من أجل حماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على طرق المواصلات وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. لهذا الغرض سخرت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبوليدة كل الإمكانيات البشرية من فرق إقليمية، فصائل الأمن والتدخل، ومجموعات التدخل، وكذا الأفواج السينوتقنية للقيام بمداهمات ليلية عبر قطاع الاختصاص لدحر عصابات الأحياء وتجار الممنوعات، خاصة بعد صدور الأمر رقم 2003 المؤرخ فيه 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. يتم خلال هذه المداهمات كذلك الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها. هذه العملية يتم التحذير لها مسبقا من خلال تقسيم المهام حتى يتسنى تحقيق تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، مع تفعيل عنصر الاستعلام للكشف المبكر عن عصابات الأحياء. في الأخير نذكر بالرقم الأخضر 1055 الموضوع تحت التصرف طوال أيام الأسبوع 24 على 24 ساعة من أجل الحالات الاستعجالية والتبليغ عن أي طارئ، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ppgn.mdn.dz المخصص للشكوى المسبقة وتقديم معلومات عن بعد. كما شفتوا معنا إذن هي صور ربما تبعث القليلة من الطمأنينة لدى المواطنين لما يشوفوا أنه مصالح الأمن هكذا يتضرب بيد من حديد، هدول اللي يحبوا يشكلوا عصابات الأحياء. أستاذ جحيش تفضل. لفت انتباهي ثلاث أمور. نعم. قال حملة تحسيسية، قال الإشادة، قال إعلام تكنولوجيا، تحريض عن طريق الإعلام تكنولوجيا. نبدأ بالأولى. اولا شوفي الضبطيه القضائيه كانت ذكيه في الامر هذا، حتى القانون الجديد يتكلم عن الامر هذا، قالت لك باللي رانا نديروا مداهمات ممكن ما كان حتى مصادمه، ما كان حتى عصابه احياء، لكن نقوم بالتحسيس. ماذا نقصد بالتحسيس؟ التحسيس معناتها لما نمشي في وسط الاحياء هذه يعني اللي فيها العصابات الكبرى والمخدرات والى اخره، يعني راح نمدوا نظره حتى للمجيب اللي رانا هنا بالك يغرك الحال.
انا ندورو هنا ورانا عاسينك وانا جايبين بك خبر. هذه اولا. ثانيا الاشاده، يتكلم عن الاشاده، قال لك حتى الاشاده يعاقب عليها القانون. بالك بالك اشاده باش تكون او تكلم على امر ما كانش عندنا من قبل الاستاذه، وشنو هو اشاده؟ عن طريق التكنولوجيا والاعلام والاتصال، ولا لحقت بهم درجه ولا هبال كما نقولوا بالطريقه الجزائريه، انه يدير الجريمه ويرفد سي ويلوح ويصوروا لايف، يصوروا في التليفون يبارطاجيها. فعلا ماذا تقصد بالامر هذا؟ سمعت مكسم على بدوله، مكسم على بقانون، مكسم على باي شيء. اش معناتها تروح دير لايف؟ وشفناهم خشتيهم طلع. شفناهم طبعا ايه؟ طبعا. واش مقصود بهذا الامر؟ يدير لنا لايف ولا يدير فيديو ويروش على واحد ويقول له دير لي فيديو، يروش على واحد بعدين ولا يروش بالسيف وحده، ولا يتصور بسيف يحطوها كلها ويبارطاجيه بوجهه. الغريب الامر ماشي مخبي كما كان زمان الناس تخبى، اليوم راهو بوجهه، بمعنى ما خايف حاجه ما ردعاتك. سمعتها لازم لك عنده الحق، اللي ما قالوا 20 سنه سمع وجد روحك ال 20 سنه، وحتى الردع الكبير ليك الردع، لانه كما يقول لك تضرب الكبير يطيح الصغير، اذا ضربت الراس تاعهم امر كبير الصغير راح يخاف ويترضع. هذا الامر كان يتكلم عليه الضابط وقال لك رانا بقوه. طيب استاذ جحيش، هل تشوف انه المجتمع الجزائري، وراه حاضر معنا شاب جزائري مثال ربما طالب مجتهد الله يبارك عليه، علاش هذا ما ينخرطش في صفوف عصابات الاحياء؟ وعلاش ما يكونش مجموعه اشرار؟ وعلاش الفرق بينك ربما وبين هذا وانت شاب وتخمامك جزائري عايش في المجتمع الجزائري طالب في معهد جزائري، ربما تعطينا الفرق بينك وبين هاد الناس اللي راهي تمشي وتطلق الكلاب على عباد ربي، خلينا نقولها بالدارجة باش يفهمونا المواطنين. الحاجة الأولى كامل في المجتمع هذا، يعني كل إنسان وتربيته، كل إنسان وأصله وين تربى وكيفاش تربى، وهذا الفضل هذا يرجع للوالدين. هذه الحاجة الأولى. نشوفوا ظاهرة هذه قوات بزاف، تلقى طفل بالك عمره 13 سنة 14 سنة ما كان لا رقابة يعني من الأب ولا الأم ولا رق، يعني هذا هو العمر للطفل يا ينحرف يا يروح في طريق قبال. إذا ما كانش رقابة أبوية وما كانش الطفل هذا يعني يفرغ الطاقه السلبيه تاعو في رياضه ولا في اي شيء واحد اخر، يعني اكيد المصير تاعو راح يكون طريق منحرف ويستغلوه ناس في هذا الشيء. يعني المسؤوليه الاولى والاخرى انا بور موا ترجع للوالدين. هذه هي. استاذ ربما هل التركيبه نتاع المجتمع الجزائري تغيرت؟ قديما كنا نشاهدوا صح كان فيه مافيا هكذا واحد ولا زوج في الحي ويتخبى ومعروف ويخرج برا يشرع عليه بالاصابع الى ما غير ذلك. الان اصبح المافيا هذا نتاع الشارع ولا نتاع الحومه يزوخوا به يفخوا به، قال عندنا فلان روحوا تكاو عليه يرقلي لك اموراتك الى ما غير ذلك. هل المشكله راهي في من الناحيه الاجتماعيه للمجتمع الجزائري؟ شوفي سؤال جيد. نولي السؤال اللي طرحته الطالب قاسمي طالبنا. انا نقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصاحب ساحب. بمعنى واش معناتها الصاحب ساحب؟ معناتها انت يا مارغريت وقاسمي تتربى في بيئه طيبه، والديك رباوك، لكن لما اخوك يخرج للزنقه ويتصادم مع هذه المجموعه الاجراميه يقدر يخرج لكم طريق، يقدر يخرج على تربيتكم ويتاقلم. لانه على حتى دركيم واش يقول؟ دركيم فيلسوف معروف يقول الانسان ابن بيئته، ابن بيئته ومجتمعه قبل ان يكون ابن ابيه. بمعنى معناتها يقدر يتاثر بالمجتمع والمحيط اللي داير به وما يتاثرش بالاسره. ما يتاثرش كذا. انت تعطي سؤال قلت له انت علاه راك هكا مش هكا، واش جاب الجاب؟ هذا راهو طالب، راهو في كليته، يجي العشيه يدرس، يروح المسجد ويصلي الى اخره يولي. اما شاب واحد اخر في مقتبل العمر خرج سنه السادسه ابتدائي او سنه السابعه او الثامنه وخرج مبكر، ما دار 16 هكا، ما دار 16 ما دار مانيش عارف اي 16 علاقه او تكوين، وبقى هامل هاي لا خدمه لا 16 لا قدمه لا صدمه، قاعد في الحومه ودار كرسي ودار قهوه وقارو، واش سناي منه؟ ومنه الوالدين غايبين. انا نعاونوا ليك الاسباب، نعطيك من بين الاسباب، انا كتبت عده اسباب. شوفي من بين الاسباب السبب الاول انا كاتبه هو الترحيلات الجديده. ما راعاوش، انا في ظني الولايه او التي ترحل ما راعاتش بعض المقاييس الترحيلات الجديده، انه لن تترحل الناس ولا تفايت ولا دويره ولا سويدانيه او الى اخره بمرسى او اي منطقه، تترحل الناس وبعد ذلك تمد لهم كما نقولوا القصبه وبالكور والحراش ومانيش عارف ولا في اي ولايه فوارا كومبيطا والحمري الى اخره، ما يتاقلموش. انا نظن باللي الاحياء لما تكون نرحلوا غير جهه معينه وجهه واحده اخرى نبعدوها شويه عليها ما ندوش في نفس الحي، لانه حتى صار الهماج ولا بقار على البال وعلى الى اخره. ثانيا المسبوقين القضائيين
كما قلت قبيل سؤالك الاول، مسبو قضائي، واحد يدخل الحبس يعني ما كيتسجن كيدخل الحبس، بالعكس يدي يتجبر ويدي المافيا ويتعلم ويولي شيكور بعد كما قالك بعد ما كان يسرق بطريقه خفيه ويولي يعلمك كيف يسرق، كيف يخبط ويدي كيف يطلع كيف ما يفيقلوش كيفاش كذا الى اخره. المسبوقين القضائيين هذو المؤسسه العقابيه الحمد لله راهم يقوموا اليوم بتكوين مهني لداخل، يقوموا بستاج يدرسوا راهم يجيبوا الباك الحمد لله كاين امور، لكن لا يطيحوا معنا ربما مسبوقين الداخل راه يعلموهم اكثر شيء. ثالثا حب الزعامه، حب الزعامه واش معناتها حب الزعامه؟ وعلى ذلك اللي قلنا في القانون الجديد قال لك باللي يروح حتى ل 20 سنه اللي يترأس مجموعه عصابيه. كان واحد يدخل الحومه لازم يدير اسن، حنا نقولوا يدير اسن وعدنا في احيائنا مصطلح جزائري عدنا احنا في احيائنا، حنا تربينا في حياه شعبيه عدنا حب الزعامه لازم كي يدخل هكا قاسمي مانيش غلط كي يدخل البلاصه واش يدير لازم يمازم ويتزعم لازم يدير اسم كيما نقولوا يدخل يدير اسم باش يدير اسم باش لازم يولي مافيا باش يولي مافيا في السيف ولازم يضرب لازم يضرب ضرب ما يضربش يولي الزعيم لازم يضرب واحد معروف ثاني كيما هو وتنوض الفوضى وتنوض كلو ومنه حب الزعامه الكبر العجب على الناس انها من العجب العجب الكبر الى اخره هذاك اللي حيخلينا يخلي هذا الانسان يعني يولي بقوه يولي ما ينضرش خلاص يروح له ربي العقل يروح له. ثالثا المخدرات والمهلوسات، المخدرات والمهلوسات ظاهرة عانينا منها الكثير، المخدرات هي ظاهرة عانينا منها الكثير، وعن الغريب راهي بقوة في أحيائنا الشعبية حبك الحبوب دوك على كل نوع نرنا في الدفاع محامين من ذاك الرافعوا على أمور ما نذكرش من اسمها هذي مانيش عارف انواع كثيره بالاسماء ولي الشباب الجزائري الصغار يعرفوا كاع انواع المخدرات فعلا هذي بيكابارين هذي مانيش عارف هذي الاسطا هذي الدوخه هذي مانيش عارف الشاب الجزائري الصغير ولا يعرف مصطلح المخدرات المهلوسات اللي يدور في احيائنا في جيبهم يبيعوها الى الشباب الجزائري زمان كان يروح يحوس عليها الان هي راهي تجي حتى للحومه حتى كاين تواطؤ انا طحت لنا قضايا تواطؤ من بعد الصيدليات كاين طوالئ من ذاك مانيش عارف من ذاك يعبسها له ولا من ذاك هو يجيب كارطه حتى المريض ولا المريض يراوغ بكارطه تاع المرض يروح يجيب باطا ويبيعها هو مريض يروح الفرماسي يجيب الباطا تاع الاخر ويبيعها ومن المهلوسات هلوست عقول شبابنا. ثالثا حاجه مهمه من بين موقف السيارات الباركينغ ثاني ولا في زعامه صح ولا في زعامه ولا يدير شيكور ويمشي يهضر بطريقه يدار معاك كما تعطيلوش. انا لحقت لدرجه في موقف من المواقف الجزائر قلت له انا بحب كيما يقولوا بتواضع بك قلت له عندك رخصه عندك رخصه اللي ما عنديش تعبك يعقب عليها القانون رقع تقول لي انا ما عنديش لا خدمه لا صدمه ونضربك موس ما تعطينيش نضربك موس كسر في طوموبيل قلت له هاك لي وجه الله تعرف اللي يعاقب عليها القانون كم بزاف شباب ما عرفوش باللي الباركينغ يعاقب عليه القانون بلا رخصه ومن الباركينغ هذا الذي استجرى في مجتمعاتنا ولا بقوه ما عنده لا رخصه لا والو ويصدم ويدير اش يكون. ثالثا الشيء المهم هو استقاله الاولياء التخلي عن الدور تخلي على الدور الاولياء اليوم ما عندهم ولا علاقه ولا علاقه بابنائهم الام راهي طيب راهي لاتيه بالعدس واللوبيا ولا البصل في الدار ما يسمع بحتى حاجه الام الماكله في البيت اللي راهي برا في الزنقه راهي خدامه سواء بانكا ومحاميه خدامه ماهيش جايبه خبر الطفل يريح في الدار اذا كان شاب في 17 مش تعسو كبير أكيد. 18 20 مش تعس فيه راهي خدامه ولا قاعده في الدار ها برا يخرج انت عبك شنو يدير وليدك عبك مع من يدور دارتي تحريته والاب ثاني الاب خدام ما على بالوش استقاله الاولياء خليه يدير شي حمي يهمنيش به وقتاش يجي الندم الاكبر والبكاء يجي لما يدخل للحبس لما تقبض الضبط هي الدرك وبعد يجي انا اخترت قضايا من القضايا جا لي واحد قال لي وليدي ما دار والو قلت له حنا حتى نصوروا ملف ونجيب الملف باش نقول لك واش دار وليدك وليدي عاقل وليدي ما دار والو حنا فاميليا نهار جا الملف قلت له ها وليدك واش دار قبضوا عنده مثال 58 حبه زطله 150 حبه قال لي وليدي قلت له يا وليدك قبضوها في جيبورا ويبيع هنا تيقول لي وليدي ايه وليدك وين كنت؟ تحلي ما انا وين كنت؟ كلي مع به كنت تشوف لي ماتش كنت تشوف الافلام وين كنت؟ والام كنت عامله ما عرفش بلي وليدك هو يبيع تحت في المخدرات وباطا في جيبو يمد بالحبه لانه لما تقول 58 حبه ربما تجيكش كار 58 حبه راهي باطا صغيره هاك 58 حبه تخبيها في الجيب ويمدها صحيقي صغيره يلا المخدرات ومنه نقول الاستاذه استقاله الاولياء والدين ولا ما على بالوش بوالدهم مانيش عارف ضيق الحاجه الضيق المشاكل يقول لك مانيش عارف وما يجيب لك سبه راني في الضيق في الدار ما قدش الشريعه انا خرجت واحد في باب الود يتكلم قال وانا نستراق خلاص جهار نار نستنى نعمر راسي اللي قلت علاش قال وانا عايش في بيت وكوزينه وضايع وحياتي ضايعه حركت ماكلات لي شوفي الهضره كيفاش هي روج شوف كيف يفسر روح حركت ماكلات لي
حركت ماكلات لي، اقعدت ماكلات لي، ما انا نطلب ده. ومنه الاسباب هذه هي اللي خلات. وثاني مشاكل عائليه اللي تكلمنا عليها، مشاكل عائليه داخل الاسره، كيكون الراجل والزوج والزوجه مطلقين، مثال مطلقين، وعندنا قضايا في هذا الامر بين النشطين حقوقيين، عندنا امور هذه، الزوج والزوج مطلقين، ولدهم عم كيف يغزر، شغل يما راحت في بلاصه ربما عوده الزواج، ينتقم من نفسه خارج. ينتقم من نفسه يقول لك بابا عاود زواج، ومن هو انني ضايع يعني بين هذا وهذا، هذا عاود زواج عاود زواج، يلقى روحه في حياه فارغه، ومن يدير الامور الكبيره. نعم. طيب استاذ جحيش محمد، ربما مثل قضيه قاسمي عبد الله، هل تمر عليكم عديد القضايا مثل هذه تاع الاعتداءات، اطلق عليا كلب، جاي يضربني، حرب العصابات الى ما غير ذلك، بما انك راك محامي طبعا؟ طبيعه الحال طبيعه هذا الامر كل يوم، احنا كما يقول لك يمر علينا يوميا هذا الامر، على كل محامين، على كل دفاع يمر علينا يوميا هذه الشكاوى. وبعض الناس ما نقول لك حاجه، بعض الناس ينسى كاع باللي شكا، تجي قضيه بدي باللوزي، تجي تبليغ يقولوا عندك جلسه مثال، يقول تعمل قضية هذه حتى تفكر باللي عنده عامين من الاشكا خلاص، ولا السيد حبيبه، ولا يشربوا قهوه كيف كيف، ولا هذه صارت زه، تقول له بصح هذا خلاص جاري ولينا وعيدنا وصمنا وعيدنا وتسالمنا وخلاص، ما عاد واش يدير، يروح الجزاء يقول سمحت له زيد الرئيس، ها مضروب كذا يقول سمحت له. اللي كان على استفهام تقام تروحها دائما، سواء كان يحكي الاستاذ يعني في احياء الشعبيه ولا في العمارات ولا يعني في اي بلاصه، علاش نصيبوا دائما الشر هو اللي يطغى، هو اللي يطغى يعني على الخير. علاش الناس العيانين هذول يغلبوا الناس الملاح، تلقى بالك بالك هكا نسيتي بالك فيها 800 لونجمون ولا 1000 لونجمون، يعني ما فيهاش بالك 700 انسان مليح، ولا تلقى بالك شحال 10 ولا 20 بنادم يدوروا في ديك الحومه هذوك، باينين يعني عباد تاع مشاكل وماشي قادرين تغلبوا عليهم، يعني ماشي قادرين يفرضوا رايهم عليهم. شغل اللي تهضر معاه يقول لك انا خطي راسي، يعني المهم ندخل لداري نغلق بابي، راني مهني باباش قاول صاري برا. علاش ما يكونش في الاحياء هذو يعني ناس كبار عقال يتصرفوا يعني بصفه منطقيه، ويعني ما استناش حتى الدوله تجي تديه ولا خطينا من ثقافه تخطي راسي يعني ايه ولا تربيه، ولا علاش ماشي الناس تاع احياء ناس كبار يكونوا يعني واعيين، يكونوا واقفين على الحي هذا، والناس هذو تاع مشاكل يعني يتصرفوا معاهم بطريقه اللي يعني اللي تليق بهم ويبعدوا هذا. نعاود نولي ليك الاستاذ جحيش محمد، بما انه تحدثنا بزاف على الاسباب، بعد قليل راح نجيو الان للحلول، وقلت لي انه القانون الجديد راه فيه لجان ولائيه وكذلك لجان بلديه، لكن نروح الان القاسمي عبد الله اللي طبعا عنده رساله ربما يوجهها لسكان الحي تاعو، المواطن الجزائري، باش ربما يسود الامان، باش يفيتيو الناس يصرالهم كيما صارلك انت اللي يكون ضحيه اعتداء. ان شاء الله الحاجه الاولى نتمناو من الله عز وجل تولي الأخوة يعني بين الناس والجيران هادو، يعني ما تكونش يعني ما نشوفوا بزاف مثل هذه الآفات الاجتماعية هذه اللي راهم يصراو. وحاجة واحدة أخرى ثانية، الناس اللي تخاف باش تبلغ ولا الناس اللي تخاف باش تشهد، عند ربي يعني راك شاهد وراك شت وراك غطيت على هذا الإنسان، يعني راك تساعد هذا المجرم وراك تساعد هذا الناس باش يطغاو ويشكلوا خطر على المجتمع. يعني الحاجة الأولى يعني ننصح الناس هادويا يشوف حاجة، يشوف حاجة ماشي مليحة بالله، شت جرم شت أي حاجة راح يعني شهد، ما كاين حتى حاجة تخاف منها ولا يعني ولا حاجة يعني تقدر تشدك، وإن شاء الله بس نشوفوا مثل هذه الآفات الاجتماعية وإن شاء الله غير اللي فات. نحن يعني نتمنى إن شاء الله أنه حقك يعاود يولي لك سواء معنويا ولا ماديا، والدولة الجزائرية والقانون الجزائري أكيد ما فيهش حق يضيع في بلادنا إن شاء الله. نعاود نقول لك أستاذ ربما باش ندخلوا هكذا في الحلول اللي راهي جاية في القانون الجديد هذا اللي يحارب حرب العصابات، لكن قبل ذلك نروح نشوفوا تصريحات المواطنين بخصوص هذا الدوريات اللي تقوم بها كتيبة الدرك الوطني. نباركوا هذه المبادرة، وكان راني كنت قبل الحي هذا كنت رئيس حي، انا مبارك هذه المبادره ونتمنوا يعمل الامن ماشي غير في الاحياء هذه، في كل الاحياء في ربوع الوطن. صح هذه العصابات وهذه اللجان عندها خلفيات المخدرات البطاله، ولكن لازم تعالج بطريقه عقلانيه وقانونيه، ونتمنى ان شاء الله كل الامن يسود كل الوطن. الاحياء شعبيه هاي فيها فوضى عارمه كامله، كاين احياء الحمد لله كاين ناس تعايشه لاباس في امن وامان. شخصيا نحب نتعامل مع الدرك الوطني وماذا بيه نبلغ، ولكن انا لحد الان ما شفت حتى حاجه، لا حاجه محسوب نقولوا اغريسيون ولا هكذا، لا هذه كلمة هذه الحومه هذه كلمة الامن هذا مش نقولوا هذه الامن هو الناس كاع مشتركه فيه، الامن هي تاع المجتمع كومبلي، سواء كان دركي ولا كان مواطن ولا شرطي، أمن هذا مشترك،
الى انا وانت 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 يكون الامن، ولا كل واحد اختيار راسي ما يكونش الامن. هذه نعمه، والامن نعمه من الله عز وجل، لانه الامان هو هو الاستقرار في هذه الحياه، لان النعمه تاع الامن اروع مما يكون. لا احنا ماذا بينا هذا الامر يكون يوميا، وحتى احنا نعاونوا قوات الامن بهذه المبادره. كما شفتوا معنا كان استحسان كبير اذا من طرف المواطنين هذا المداهمات الليليه لمحاربه هذا العصابات اللي زرعت الخوف في نفوس المواطنين. مشاهدينا الكرام، 100% جزائري مازال متواصل، فاصل ونواصل. مازلنا دائما معكم في 100% جزائري، وموضوع اليوم حرب العصابات والمواطنين اللي راهم يعيشوا في رعب وخوف. دائما رفقة الأستاذ جحيش محمد، محامي وناشط حقوقي، نعاود نرحب بك من جديد. أهلين أهلين بكم. وينضم إلينا كذلك الزميل عبد العزيز طهمون، مرحبا بك أمين. السلام عليكم نادية، السلام عليكم أستاذ الفاضل، السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان. إن شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم الغيبة هذه المرة، واليوم موضوعنا جد جد مهم نادية، خاصة أنه هذا الموضوع تاع عصابات الاحياء تبناه رئيس الجمهوريه في القانون الجديد 023 المتعلق بالوقايه من عصابات الاحياء ومكافحتها، اللي اصدر في 30 اوت 2020. يعني هذا القانون راح يعملنا اضافه جديده في الجزائر الجديده ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ نجو الان الى الحلول وطرق الوقائيه هكذا باش نتهناو من هذه المافيا وحرب العصابات. شوفي في هذا القانون يعني المنظمين له يعني ارتأوا انه يقوموا بعده عمليات ما كانت سابقا. من بين العمليات هي انه من بين الاجراءات صح القول هي لجان ولائيه ولجان بلديه. لجان ولائيه لما تكلموا على اللجان ولائيه للوقايه من عصابه المخدرات تكون تبعا لهذه اللجان البلديه. بعد ما كان ضحيه ومتهم هنا كل حي راح يكون فيه جمعيه محليه، والحمد لله اليوم الجمعيه بفضل تعديل الدستور اليوم ولات يعني بالاختيار من البلديه، رئيس الشعب فقط. استاذ مقاطعه فقط، من الاليات الوقائيه اللي صدرت في القانون هذا انه يشكلوا لجان وطنيه ترفع التقرير تاعها لرئيس الجمهوريه بالشكل الدوري، واللي تتفرع عليها لجان وطنيه او بلديه اللي تقوم بالوقايه من هذه الجريمه نقولوا عليها احنا يا عصابه الاحياء، هذه تعتبر جريمه لانها انبثقت من عدة جرائم أخرى مثل ما شفنا في الحصص السابقة، جرائم المخدرات، جرائم الاعتداءات، يعني هذه الجريمة هي منبثقة على جرائم أخرى. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بعدين راح يكون لجان الوطنية راح يعود لها كل التقارير. أنا اللي حبيت أن نوصله أستاذ هو أنه بعد ما كان يعني متهم وضحية، وضحية يكون شخص يعني عادي طبيعي، اليوم الجمعيات الأحياء هي عبارة عن شخصية معنوية صح القول يترأسها رئيس، ممكن لها أن تتأسس في القانون الجديد يعني حسب الدراسة ممكن لها أن تتأسس كطرف مدني، لأنه زمان لما واحد يكون في حي ويتضرر هو الضرر كضحية، ولكن هنا الحي متضرر ولا مش متضرر؟ وليدك يروح يقرأ ويجو يدير لك لخبطة كما يقول لك في الحي. كي تشوف انت يا العوامل ولا الاسباب اللي وصلتنا باش ينشؤوا هذو العصابات، العوامل احنا نجي دائما نشوفوا عده عوامل، دائما نبداو من الاسره. الاسره تعتبر العامل الرئيسي لنشوء فرد سليم. نعم، وكنا تحدثنا مع الاستاذ ان الاولياء تخلوا على دورهم. نعم، مؤخرا مثلا مثل ما سمعت الاستاذ مقبل يقول انه في بعض الاحيان انفصال الزوجين يؤدي الى اضطرابات نفسيه او اجتماعيه للشخص. صحيح. يولي انسان منحرف نوعا ما، يعطيني انسان مجرم في الاخير. ايضا التعليم، اشخاص كثر من عصابات الاحياء ما تلقاهش يعرف يكتب حتى اسمه. يعني حتى اسمه ما يقدرش يكتبه ولا كما نقولوا احنا يقرا كتاب. صحيح. احنا نعرفوا باللي التعليم انه واحد يكون يقرا ولا حي يكون رادع لعده اشياء يقوم بها في المستقبل. ايضا عندنا الجانب الديني، الجانب الديني يعني نشوف فيه يعني انا بعدنا بزاف على الدين تاعنا حاجه الاولى، لانه احنا نشوف خطبات الجمعه، الخطبات اللي يقوم بها الامام في المسجد انها من شانها انها تردع الاشخاص هذو باش يبعدوا على هذه الاشياء. انت لو كان انسان من صغره يكون متدين، احنا يقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، يعني حيكون
يتقيد بالدين تاعه في حدود، فهمتيني؟ أنه يكون إنسان متدين، إنسان يسمع الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، إنسان يتبع للإرشادات الدينية اللي يأخذها من المراكز الدينية والمساجد. يعني الإنسان هذا حيكون تكون عنده ردع، حيكون حيشكل في نفسه ردع. أنا منزلش منديش عفسها كما هذه، أنا ما نقومش بأشياء كما هذه. العائلة أيضا، العائلة أنه الأب والأم في التربية تاعهم كان كيكون تربية من نشأ على أسس سليمة، يعني إنسان حيكون سليم. إذا كان الأب مثلا إنسان الأب تاعه يدخل سكران، الأب تاعه يضرب يماه، يضرب خياته، كيفاش حتكون الإنسان، كيفاش حيكون إنسان واعي؟ حيتلقاه دائما يهرب من العائلة هذيك، يروح للشارع، الحاجة اللي تريحه في الشارع يروح يديرها. تلقاه يندمج في هذه العصابات ولا هذه المجموعات الغير سوية. مثلا لو شفت أستاذ صارت لنا في زميلة من زملاء المهنة ياسمين طرافي، قاموا بالاعتداء عليها وقتلوها نتيجة عصابات أحياء، أشخاص اللي قاموا بالاعتداء عليها بعد التحقيقات لقاهم باللي ناس غير سويين، ناس تعزطلة، ناس سكارة، متعودين على الجو من الحي، وصلوا وين تبعوها تقريبا خارج نطاق المسكن تاعها وتعدوا عليها هي والزوج تاعها. هذه نتيجة عصابة الأحياء. عصابة الأحياء هذه كلها ويخرج فيهم تلقاي بالك فرد غير سوي يروح يجيب لك أشخاص سويين يدخلهم في هذا. مثلا تينجية تشوفي طفل ما شاء الله تقول لي يا فلان فلان الله يبارك، ولد فلان الله يبارك، بعد شهرين عام عامين ثلاثة تلقاي طفل تحول رجع إنسان غير سوي. يعني هنا تشوفي التربية، التربية الأساسية لازم تكون عندنا تربية، تربية أساسية في الأسرة اللي تبدأ في الأسرة، بعد تربية في التعليم، وبعد تربية دينية. الآن لما نجول الردع ربما، تفضل أستاذ، تفضل. بارك الله فيك على الزميل، يتكلم بطريقة موسعة وأكمل يعني ما تكلمنا به سابقا. ربما نضيف له شيء مهم، يعني أثار انتباهي واحد النقطة قالها شابة يقول كذا، أنا ربما حتى الشاب اللي في الحي ويشاد به إلى الجرم، وما بعد يجي واحد وش يقول له، يشوفه مثال يدور بسيارة فاخرة إبيزا أو بولو شابة، يعني يقول له انت كيفاش درتها ما تخدمها والو، يقول له نبيع المهلوسات نبيع حبوبها. من بعد هو واش يقول، يحدث له اضطراب نفسي، اضطراب داخلي، يقول لك انا نخدم 1700 ولا 1800 انا نكتشف باش ندير طوموبيل بولو 200 مليون ولا مانيش عارف. ومن بعد وكانه يتغر على هذا، رئيس الجمهوريه والهيئه تنبهت للامر هذا، قالت لك الاشاده حتى الاعلام التكنولوجيا لم يروجوا. ومن بعد يقول له هر واحد بيع معايا شوف واش يجيبوه، شوف الاشاده كيفاش تجي والانتماء والإجبار على الانتماء. عم تكلموا عليها في المواد 40، كان 40 مادة في القانون هذا تكلموا عليها. يجيبوا يقولوا خليك من 1700 و1800 راك تريح طول حياتك، ما ديش ماروتي معايا مرة واحدة ماروتي اروح حنا نعطيك الحبوب. وليدا احنا وش شفنا كما يقول الأستاذ، لقينا أحداث أحداث صغار في عمره 15-16 حدث يبيع في المخدرات، ما دي قبضهم على باش على ويبيع يبيع بشي شري بشي شري كما نقوله سيارة ولا بشي شري إرمك شابة والأخر، ومنه حتى عقله تهلوس هلوست له المخدرات عقله واضطربت له نفسه. وزيد لك شيء واحد أخر يتكلم عليها الأستاذ تاني على الزوجين المطلقين، يعني نطرح سؤال، هادو انتم الذين تطلقتم لاسباب تخصكم وما كتبش ربي بيناتكم المكتوب، يعني الطفل وش سبتوه وسبتوه في هذه الحياه؟ علاش جبتوه الحياه باش تمرمدوه وتخلوه حر طليق يدير وش يحب اذا مات او اذا احيا؟ يعني وش دوره كما قلت يقتل الزميله ياسمين طرافي يترصدوا لها وانت وليدك كيخرج؟ هذه ربما بعض الزملاء تكلمت عليها، ربما خرجت خدامه على 6:30 تاع الصباح، كان يومها كانت رايحه تد يمين تاع المحاماه، تد يمين نايضه على 6:30 تاع الصباح مسكين. انت احنا يقدرك ربي وتجيك الجراه تنوض بكري باش تسرق وتقريسي، تنوض على 6 تاع الصباح ما استخدمت تلبس، نعطيك نقطه، وانت نايض ورايح وتقريسي وعندك القدره وعندك النظره وعندك الاستراتيجيه ويخطوا يخطوا كما قال عنده استراتيجيه معينه، ماشي راح يسرقك يا استاذ برك، ماهوش راح يسرق يعني مباشره سبهله كما نقولوا، لا انا مخطين راهو تبعها، ماشي جات هكاك استاذ، ماشي زعما في جات صدفه، راهو تبعها على قداش تخرج كل يوم، على قداش تولي، واش رافدة، واش عندها دراهم، السياره تاعها واش عندها. انا قلت لك كاين زميل قتلوه بطريقه هذه. شوف هذوما ناتجين عن الجرائم الاخرى، تجين ربما ما عندوش حق باش يشري مخدرات ولا ما عندوش حق باش يشري هذه المهلوسات اللي يتعرضها دائما، وحيرتكب الجريمه هذه باسم جرائم الاحياء. والحاجه المليحه استاذ اللي شفناها نجيه، شفنا باللي القانون الجديد جاب عده مواد يعني رادعه ومليحه وتساعدنا ان شاء الله باش نقضوا على هذو العصابات. مثلا في الفصل الخامس من هذا القانون يحكي على جاب عنوان احكام جزائيه،
عندنا الحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة فوق 3000 دينار جزائري كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء مع علمه بغرضها ويقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح العصابة. يعني ذكى حتى الإنسان، يعني مثلا إنسان هو رئيس العصابة يجند أشخاص ولا يدخل معه أشخاص ولا يحث أشخاص يجيبهم معه في هذه الطريق، راح يكون عنده عقوبة رادعة خاصة به. أيضا عندنا المادة 25 من القانون تقول السجن مؤبد إذا نتج عن المشاجرة والعصيان والاجتماع وفاة شخص، وأيضا أعضاء العصابة إذا وقع الضرب أو الجرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من 2 إلى 7 سنوات وغرامة مالية فوق 700 دينار جزائري. والعقوبة هنا تتضاعف إذا حدثت هذه الأعمال ليلا، يعني في النهار هذه هي العقوبة، بصح إذا حدثت في الليل مشدد حتكون مشددة، يعني حتكون العقوبة ضعفين. وأيضا حاجة مليحة أنه ضمن حماية ضحايا الاعتداء، مثلا الشخص اللي كان معنا مقبلة، هذا القانون ولا اللجنة اللي تقوم بالوقاية في الحي ولا في هذا الحي تضمن له حقوق، منها أنه المعالجة النفسية الاجتماعية، تعويض عن الأضرار، يعني عدة أشياء جيدة جابها القانون هذا ان شاء الله. انا نظن انه هذه النقطه جيده جدا تاع اللجنه لجنه الحي ولا البلديه تضمن بعض الحقوق للمعتدى عليه. هو تكلم على امر مهم، هو تكلم على امر مهم جاز عليه كمواد، لكن انا نشرحه امر مهم تكلم عليه. شوفي بعد ما كان القانون يعاقب على ارتكاب الجرم والواقع في حد ذاتها باش يعاقب القانون، واش قال؟ القانون الجديد يعاقب على الانشاء والتجمع. حتى تخمم تنشئ ويسمع بك الضبطي بلك انشأت مجموعه، مازال ما سرقتش، مازال ما سرق الا ما دار الاول، مازال ما سرق ما دار والو، كفكره سمعنا بك الضبطي بلك انشأت ودرت تجمع، هنا القانون كانه عقوبه شريك في القانون، هذه كذا كلمتها معها. وكانه المقدمات الجريمه، القانون يعاقب على مقدمات الجريمه بمجرد انك تكون عندك فكره باللي حد تقوم مع السيد هذاك بالجريمه، يعني انت شريك. شكون هي الاجراءات الوقائيه اللي تكلم عليها؟ شكون راح يقول لنا هذه الامور؟ هما جمعيات الحي، اللجان، اللجان البلديه التي ترسل تقاريرها الى اللجان الولائيه ومنه الى الوطنيه الى رئيس الجمهور ومنه. نقول هذه اللجان البلديه او الجمعيات البلديه هي راح تقول لنا الانشاء، لانه انا من على بالي انا واش كاين في الحراج ولا في دويره ولا الى اخره. اما هذه استاذ اللجان البلديه راح تعلمنا، راح تكون عندها علاقه بالبلديه، ومن بعد كاين ريزو معين مع الضبطيه، قال ارواح راه كاين 2 3 4 5 راهم داروا خلاص، راهم داروا جمعيه وشفناهم كجمعيه حي عندهم سكاكين وسيوف مخبينهم في بيت معين. هنا الضبطيه تتحرك قبل انشاء الجريمه، قبل وقوع الكارثه، قبل وقوع الكارثه. ولذا في القانون احنا نتكلموا على لا 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 في جرائم القتل، حتى اللي شارك حتى اللي ساهم حتى اللي كذا يعاقبوا القانون. ما قلت ساهم جبت سيف وعطيته له قتل به، انت الشروح في القانون، الشروح في القتل قاتل القانون، لانه عليه انت في السيف وشدوك ما شدوكش واش درت قتلته، ومين الشروح يعاقب عليه كل جريمه في حد ذاتها، لانه ما حك لو كان محكموش راك حشيت لي. نعم، في القانون ذكر ثاني ديك حتى المساهمه بطريقه مباشره او غير مباشره، حتى انك تنوي باش تهرب الشخص هذا اللي يكون يعني مسؤول قانونيا هو شخص من عصابات الأحياء، يعني يجرم يعني يعاقب عليه القانون من عقوبة من 2 حتى 5 سنوات وغرامة مالية فوق 500 دينار جزائري. صحيح. نعم، يعني شيء جيد، لكن نجية لو نعود نشوف احنا في القوانين دائما نحب نعطي رأي خاص في القانون، أنه الحبس مش حيكون رادع أخير، لأنه الإنسان ذكرتك بكري جداتنا كان يقول لك الحبس للرجال، العكس أنا نشوف الحبس للنساء، الحبس حيدخلوك وحطوك في شامبر ويسكروا عليك، حتولي داير دويرة في الحبس، هذه هي، يعني انا نشوف بلي على الاقل يزيدوا لهم الان الحبس تدخل تخرج ممتهن لامور جامي ما كنت تسمع بها. شوفي تشوف استاذ انه انت كانك محامي راك تشوف بلي الحبس راهم يدخلوا ماكلين شاربين سبور متفرجين سبور يقراوا، يعني كانه زائد اكتساب تقنيات جديده في الاجرام. نعم، ويتحكوا مع معليش الجانب الايجابي تاع يقرا هذاك مليح حافز نحسوا على الكوتيلي من السلبي، اما الجانب الايجابي تاع يقرا وكذا ديك مليحه ليه او يكتسب معارف جديده يكتسب دراسه، لانه نعرف ناس كانوا في السجن ودخلوا جابوا الباك جابوا الباك وحسوا انها تغلقوا. اما الاستاذ يعني راه يقصد في الجانب يمكن 1% من الاشخاص 10 15 20 يعني من 10 تلقى واحد. نعم، يعني تلقاهم يحكوا مع كبار المجرمين حتى يخرجوا لك اكبر مجرمين كبر من اللي كانوا. العكس انا نشوف بالعكس الحبس انه
العكس، انا نشوف اعمال شاقه، اعمال اللي تخليه يكره باش يدخل للحبس، ماشي انه يزيد يرتكب جريمه ويعاود يحب يدخل للحبس. هذه هي الاجراءات اللي لازم يعني نزيدوها احنا في الاجراءات تاعنا. نعم، الاستاذ جحيش محمد، ربما وشنو هي النصائح ولا اللي نقدموها في الاخير للمواطن من اجل ربما يتفادى مثل هذه الامور نتاع عصابات الاحياء وما يكونش فريسه سهله ليهم، ثقافه التبليغ، ربما الشهاده عند اللزوم، الى ما غير ذلك من الامور القانونيه التي تفقه فيها. شوفي كما قال الاستاذ، هل المشكل اليوم عندنا في كثره القوانين او في تطبيقها؟ كثره القوانين كاينه ما شاء الله، عندنا قوانين في الجزائر، اما التطبيق المشكل في التطبيق. اذا واش درنا كاع قوانين وما ردعتوش، هذا الشيء بني وليت نشوف صراحه، يعني نحكم بصراحه، نحكم في بلاطو بصراحه، ولا اش ترد على 20 سنه حتى تلقى المجرم يعرف الثغرات القانونيه، يعرف الثغرات القانونيه، يعرفها. انا كان عندي قضايا في الحبس، نجي نتكلم مع الاخ يقول له، وقال لي صاحبي قول كذا وكذا. كيفاش قول كذا؟ قلت له اني نهضر معاك، عندنا ملف نهضروا به. يقول العلماء لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وصلح به الاول تاعنا الصدق يكون صادق في حياته، يكون ناجح في حياته، التربيه، المنبت، نروحوا للمنبت. حنا نروح ديك القوانين، على القوانين اللي احسن لك المجتمع الجزائري، قوانين 20 وال 15 وكذا، لا، مش المنبت، المصدر، المنبع، البذره، كما قال خطر على جيمي في الفيلم تاعو، البذره الطيبه. اذا كانت بذرته طيبه وقدرنا نحتويها باش نحتويها الوالدين يكونوا مدرسه، تكون عندنا جمعيات تحتويهم، كل عندنا الفن، كل عندنا فن معين نحطوا شبابنا هذا لما يكبر نحطوه في تشكيل، في الفن التشكيلي، نحطوه في مسرح، نحطوه في مانيش عارف فن غنائي ومحترم الى اخره، ومن هو المنبع هو الصح. اذا فات تعوج لنا الطفل ومشى، كيف راح نصلي عوجات هذا؟ كيف راح يكون؟ كيف راح يكون؟ ومن هو نقول نرجع واش قال هو؟ نقول بلي حتى المسجد. نعم. زمان كان يربي المسجد. فعلا. امام كان معلم، والحمد لله عندنا ائمه ما شاء الله. عندنا أئمة ما شاء الله، أنا نشوفوا فيهم قمة، شكيجا وشيخ فاروق بودور، نعرفهم يعني على المستوى الشخصي قمة، مربيين، معلمين إلى آخره، راهم يمدوا أهداف. ولكن حتى كبير ربما تكلمنا على استقالة الأولياء. نعم. كاين استقالة بعض، ما كاش دروس معينة، ما كاش مانيش عارف، ماهوش كيما حتى علاش الشاب هذا ولا كيدخل المسجد ما يسمعش، ما يستوعبش، ما يفهمش. علاه كيما يكون في الحي في جمعيه محيه وجمعيه، لما تتجبد تقول له اروح عندك المسجد ما يجيكش، اروح ندخل معاك ما يجيكش. علاه؟ لانه المنبع. اذا كانت القاعده الاولى هي الاسره، العائله، كانت والو وخرطي وما عنده حتى ما عنده حتى علاقه باسرته ولا حاجه متربيه، ما يربي امام، ما يربي عالم. الاسره احنا نقولوا على البنيان الاسره، وفي الاسره نزيد ندخل داخل الاسره الأم هي الصح. الشاب متعلق دائما بيمه. فعلا. الأم مدرسة، إن عدتها شعبا. طيب العراقي. أستاذ، مش غير الشباب فقط اللي راهم يعانوا من هذا، حتى فتيات الآن تلقى فتيات مترجلات في الشارع دايرين عصابات خاصة بهن. صحيح. وكوكايين وزيت. نعم. داخل السيكار. نعم. وداخل ملابس داخلية إلى آخره. هذا الله غير بارك الله فيك، سؤال كنا نتكلموا عليه قبيل ونسيناه. يعني اليوم الله غنطرح سؤال. يعني الفتاة الجزائرية والفتاة العربية الذي كانت تمتاز بالعفة والطهارة والأخلاق، حبيت نسقسيك، احنا كرجال صح القول، إذا ما لفتنيش في طفلة عفتها وأخلاقها وحياءها، واش راح يلفتك فيها؟ ورجل ترجلها وقلة لسانها، واش راح يلفت فيك؟ علاه رجال غنبي ترجل ما تزوجش؟ يقول لك انا نتزوج بهذه، هذه مترجله، هذه راهي ترجع في الهضره، هذه كذا، هذه راهي تبيع. وشفناها في الاحياء يبيعوا زيت الله، يبيعوا كذا، يمارسوا الدعاره، شبكات دعاره، لقيناهم يديروا شبكات دعاره، شو لحقنا يديروا شبكات، ولا الاطفال النقط. والاطفال اللقط لنا نشوفوا فيهم مرميين. نعم. كل يوم ربما الاحصائيات راهي تزيد. كل موضوع تتكلم عليه يعتبر جريمه في حد ذاته. نعم. كل موضوع لازم له حصه. وكل امور سلبيه تلقاها مترابطه فيما بينها، تاخذك الى من نقطه الى اخرى، كلها مترابطه فيما بينها. وكي تشوف في كاع عيتك حتولي للعائله، دائما نقولوا اي مشكل حيبدا بالعائله، الاب ولا الام اذا ما عطاتش حنانتها لوليدها كيفاش حبيتيه حيكون؟ حيروح يدور على الحنانه هذيك خارج المنطقه. الاب اذا كان يتعامل بتصرفات فظه مع وليده في الدار، لازم يخرج باش يعامل الناس تصرفات فظة. الأب إذا كان خارج طريق يشرب يزطل يدير صوالح بزاف، حتلقاي وليده حيخرج كما يقول لك أنا يا رجل لأبيه.
الطفل لابيه، صافي حيخرج يدير كيما باباه. الطفل الان ثاني كاين بزاف ناس يعانوا من اليتم، اليتم تلقاي الاب جاب له مرت باباه ولا الاب يعاملوا بمعاملات غير لائقه. هنا الطفل ثاني حيخرج برا باش يدير افعال، يقول لك هذاك علاش عنده يمه وانا ما عنديش. لكن لو كان يعني ضامنوا بيناتنا العائلات الاباء الامهات، يعني ربي وليدك ماشي تجيب الطفل وتمدي له الحياه ربيه. هذه الظاهره نشوفوها بزاف، ولا تبعثي شي قارو دوسني في الطفل في ابي بعثوا يدق له حجب لي دخان جيب لي قارو انك تتكيف قدام بعد غدوه يتكيف لك زطله بعد غدوه يقول لك بعد كيف معك اطاب يشرب مع قهوه ومن بعد غدوه يروح يصلي. واش كتسنى منه ومنو؟ على قلت لك ماشي تكلموا على واقع القانون في حد ذاته، لان الواقع من بكري كاين، الموت كاين، الرضع كاين، شبه هذا رانا نشوف بلي حتى الرضع والاخر ما حسباتوش. ومنو احنا عندنا للاسره، عندنا لديننا، نقولوا ديننا، نقولوا اسرتنا اللي كنا فيها زمان الى اخره، باش هذا الشاب يقدر يتاقلم مع واقعه ومع حياته. وحتى اللي احنا حبك الله كل مسؤول، ما احنا ما نمدوش اللوم غير المجتمع مسؤول، الدوله مسؤوله، كل الناس مسؤوله. الشاب الان ايضا البطل اللي راهي 12%، خلينا نقول البطل اللي 12% ثاني، والشباب لازم لهم عمل. استاذ نعطيك نقطه، راهي تقوم الدوله بما عليها صح، لانه في فيما يخص له، ولكن لازم نستقطبوا هذا الشباب، لانه اذا لم تشغل وقتك بالحق شغلك بالباطل. استنى هذيك نقطه، كنا في التسعينات كان ما كاش خدمه وكان الفقر وكان الدنيا حلوه الأخلاق. وبصح كانوا الناس مربيه، هنا واش تولي بلي العائله هي اللي تربي دوك. هذيك العكس، الانسان هو يخرج مفشش ماكل شارب عنده لي جو تاع الدنيا كومبلي نهدي وعنده في الدار. كيفاش تحب نتايا تقولي بلي العائله ما مش مواسيه؟ العكس، انا نشوف بلي عنده كل الامكانيات باش يخرج انسان صالح، كما نقولوا يدير هوايه ديال الابتكارات نتاعو هذيك ويمد حاجه مليحه للوطن. الاسره تروح وتولي للاسره الزايد صح. نعم. حبيت تقصد الفشوش الزايد حتى راح يجي بطريقه عكسيه للشاب. بكري حنايا بكري كنا هكذا في الدار، الاب ووليده تلقاه يتعامل معاه، يحاور يعيش حياه وليده، على بال وليده على قداش يدخل وين كتاش يروح وين يجي. دوك العكس، جيبه خليه يروح يدخل الوقت اللي حاب، يخرج الوقت اللي حاب. هذه هي اللي زادت ربما زمان كما رجعت لي شويه للتسعينات، وربما احنا رانا شويه كبار على الشباب هذا، ومازلنا شباب بطبيعه الحال، ولكن زمان ربما ضربينا واحد كي يهضر معك باباك ما تغزرش في وجهه، تهبط عينك، تخاف منه احترام وخوف. انا نقول لك حاجه مالا على المباشر، نقول لك حاجه، انا باب دوك خاف منه دوك، علاه ضربي بهذاك الخوف؟ باباك يدخل هذوك الموستاج هذوك واعروالو كنت كذا تخاف وتدخل بكري للدار كذا، بصح دوكا والو، راني نشوف شباب، راني نشوف ناس مزوجين وكذا، يخبط يرجع له الهضره، يرجع له الهضره، يسبو يخبط الباب، ما نديش ما نشريش ما تحوش عليا. سبحان الله، وراي لا ديسيبلين، وراي اخلاق، علاه؟ هل المشكل في الشباب او في الاباء؟ نعاود نولي مشكل، البيضه اللي جابت الدجاجه، ونعاود نقول البيضه جابت الدجاجه ولا الدجاجه جابت البيضه؟ وين المشكل؟ فيك في البارو، المشكل في الاب، انت ما عادش تربي وليدك كيفاش تنبتو، كيفاش تخليه يحترمك، كيف تخليه كيدخل للدار تخبط الباب يسمعك. ما تاخذ وانت حي السرق ويدير عصابه احياء وما دير. انا شفت واحد اللقطه والله غير اثرت فيا، ربما الاستاذ شافها، انا نشوفه في اليوتيوب على كل حال. هذاك الشاب اللي جا دخل، هذاك الراجل يجي دخل الدار تبلاو له نظن بنته هاكو شتوها، خرجوا ليه بالصوت، خرجوا ليه بالصوت، دايروا وش عليه. انا والله في كل لقطه انا واش لفت انتباهي كاجتماعي، ما لفتش انتباهي للسيف اللي كان يلوح به ولا البارو، باختصار ولا البارو، لفت انتباهي المجتمع اللي كان الباطي من الناس الطل، يعني واحد بسي ما قدرش تهبطوا قاعد توقفوا وقفه رجل واحد ضد هذا المتسكع، لا بصح لا كان يهبط 50 واحد في الباطي ما يقدر يروش، 50 واحد ندوروا به ونحطوا عند حده يقدر يروش، كيلقى روحه واحد والطفله تعيط تنادي من فوق يا بابا يا بابا. الكلمه اليس منكم رجل رشيد؟ مع الاسف. تفضل امين، ربما اخر كلمه رسالتك للمواطن الجزائري من خلال الموضوع اليوم. اخر كلمه للاسره نقدمها، انه الاسره نقول للاباء الامهات انهم كونوا انتم القدوه لاولادكم، كونوا انتم الدرع الامن لاولادكم، يعني احتكوا باولادكم، عيشوا معاهم، اعطوا لهم فرصه باش يعيشوا معاكم. احنا الاطفال دوكاتك ولا الشباب اغلبهم عايشين في مواقع التواصل الاجتماعي، العكس احنا بكري كنا عايشين في اسره نتفرجوا فيلم واحد وناكلوا كيف في ميده واحده، دوكاتك الطفل ياكل وقت وحده والام والاب ياكلوا وحدهم، العكس كي يكون كاين احتكاك والترابط الاسري هذاك ثم من نزيدوا نعيشوا كما نقولوا اشياء جميله ونقوا روحتينا باش نكونوا في قوموا ولا الاطفال تاعنا يديروا جرائم كما هذه ولا يكونوا عصابات كما رانا نشوفوا فيهم دوكا. ان شاء الله الاسر اللي راهي تتابع فينا تشوف ولو كما نقولوا 1% من كلامنا وانهم يطبقوا
وان شاء الله ما يكون غير الخير. استاذ جحيش محمد، شكرا لك على اثراء هذا الموضوع كذلك، وشكرا على قبول الدعوه. شكرا شكرا. اما انتم مشاهدينا الكرام، ابتداء من اليوم ياتيكم البرنامج كل ايام الاحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الساعه 12 الى غايه 1:30 بعد الزوال، نلقى بكم يوم الثلاثاء ان شاء الله. شكرا.